وسهلا فيكم أصدقائي، عم نطلع عليكم أنا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديدة. ولازم نذكركم أنه اليوم فرصتكم الأخيرة لحتى تشاركوني كل إجاباتكم، كثفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. أصدقائي، هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدمة من وندر باص، الباص العجيب لعائلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برج مال موجود بإمارة دبي. رحلة كتير حلوة وممتعة، لهيك كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل إجاباتكم. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول عظمة عند الإنسان تقع في منطقة الكتف عند حزام الصدر، في المنطقة الأمامية العلوية من القفص الصدري على الناحية اليمنى والناحية اليسرى. تعمل على ربط الجذع مع الذراع، كما أنها تعمل على تغطية القناة التي توجد بين منطقة الذراع والعنق، وتعتبر من العظام التي تتبع للجمجمة. ما هي العظمة التي تربط الجذع مع الذراع وتقع في منطقة الكتف عند الإنسان؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول عظمة عند الإنسان تقع في منطقة الكتف عند حزام الصدر في المنطقة الأمامية العلوية من القفص الصدري على الناحية اليمنى والناحية اليسرى. تعمل على ربط الجذع مع الذراع، كما أنها تعمل على تغطية القناة التي توجد بين منطقة الذراع والعنق، وتعتبر من العظام التي تتبع الجمجمة. ما هي العظمة التي تربط الجذع مع الذراع وتقع في منطقة الكتف عند الإنسان؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا حليمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني، قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ عظمة الترقوة. هذا ساعدك ولا أنت هيك لحالك؟ ماما الله يحفظها، شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو. اهلا اهلا، كيفك فاطمة؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ عظمة الترقوة. اكيد صح؟ مليون أكيد. يا سلام، شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم عظمة الترقوة. يا ترى يا أصدقاء الجواب صح أو خطأ؟ أكيد رح نقدر نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. كل اللي عليكم هلأ أنكم تفكروا كتير منيح، تسألوا مثل ما عملوا حليمة وفاطمة، تسألوا الموجودين معكم أو كمان تسألوا جوجل، وكمان إذا كنتوا عارفين الجواب ما تترددوا أبدا تتصلوا فينا وتشاركونا إجاباتكم. لازم تعرفوا أنه كل ما شاركتوا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتقدروا تكونوا من بين الرابحين. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ أصدقائي أنا ونعم عم نستنى مشاركاتكم. في صديقتي يارا، أحمد، وأحمد ومين كمان؟ في كتير من الأصدقاء أنا ونعم عم نستنى مشاركاتهم. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو نوار. أهلا أهلا، مين؟ سارة. أهلا وسهلا، كيفك سارة؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ الترقوة. كيف عرفتي؟ سهل سهل، يا سلام. سارة في حدا رح يشارك؟ موزة. أوكي. ألو. أهلا موزة، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله، خبريني موزة شو الجواب؟ الترقوة. الترقوة، شكرا لك يا صديقتي. في حدا لسه رح يشارك؟ لا لا. أوكي. لا. إيه ولا لا؟ لا. أوكي، شكرا لكم سارة وموزة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. عظمة الترقوة يا أصدقائي، هالجواب اللي خبرونا يا حليمة وفاطمة وكمان أكدوا عليه سارة وموزة رح يكون صحيح أو لا، أكيد رح نعرف، لكن لسه معنا شوية وقت تقدروا من خلال هذا الوقت تفكروا كتير منيح، تتصلوا فينا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات كانت بتقول عظمة عند الإنسان تقع في منطقة الكتف عند حزام الصدر في المنطقة الأمامية العلوية من القفص الصدري على الناحية اليمنى والناحية اليسرى. تعمل على ربط الجذع مع الذراع، كما أنها تعمل على تغطية القناة التي توجد بين منطقة الذراع والعنق، وتعتبر من العظام التي تتبع للجمجمة. ما
ما هي العظمة التي تربط الجذع مع الذراع وتقع في منطقة الكتف عند الإنسان؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو؟ أنا بعرف هذا الصوت. رنيم. رنيم، أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني، قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ بالقوة. مساعدة ولا بدون؟ لا مساعدة. ماما؟ إيه. الله يخليها وشكرا لك رنيم، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. يعني أصدقائي مثل ما سامعين، كل أو أغلب الأصدقاء كانت إجاباتهم عظمة الترقوة رح تكون صح أو خطأ، ما بنعرف، لازم نستنى نهاية الوقت لحتى نعرف الجواب الصحيح. يخبرنا يا ريمبو، أنتوا هلأ كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تطلبوا المساعدة وتسألوا وتخبروني إجاباتكم. رح ناخد اتصال، كأنه في اتصال، نقول ألو. ألو ألو. ألو، مين معي؟ آمنة. آمنة، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. خبريني آمنة، عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ عظمة الترقوة. عظمة الترقوة، طيب قولي لي كيف عرفتي، حدا ساعدك؟ إيه. مين؟ أختي. الله يخليها، آمنة في حدا رح يشارك؟ إيه. مين؟ هنية. أوكي. ألو؟ أهلا وسهلا هنية، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام، خبريني شو الجواب؟ عظمة الترقوة. أكيد صح؟ أكيد. في حدا كمان؟ إيه. مين؟ ألو؟ عذيبة؟ إيه. أهلا وسهلا، كيفك يا صديقتي؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام، خبريني شو جوابك؟ عظمة الترقوة. أكيد صح؟ أكيد. في حدا؟ حد يشارك. أوكي. بسرعة بسرعة. أوه، مو سيف، بسرعة خبرني شو الجواب. ألو، خبرني شو الجواب. عظمة الترقوة. شكرا لك صديقي، أنا آسفة، أكيد رح أخذ إجابة سعيد بالسؤال القادم. للأسف انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول ما هي العظمة التي تربط الجذع مع الذراع وتقع في منطقة الكتف عند الإنسان؟ والجواب أكيد صح، عظمة الترقوة. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول مدينة القسطنطينية القديمة هي واحدة من أعرق المدن وأهمها في التاريخ، في تاريخ الشرق خلال حقبة العصور الوسطى، فقد كانت تعتبر معبر أوروبا إلى المشرق العربي في تلك الفترة، حينما كانت تسمى بيزنطة ولاحقا القسطنطينية. وقد أصبحت هذه المدينة الآن مقصدا سياحيا مهما، فهي تعبر عن الثقافة التركية وتحمل روح الماضي لوجود الآثار. ما هو اسم مدينة القسطنطينية حاليا؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول مدينة القسطنطينية القديمة هي واحدة من أعرق المدن وأهمها في تاريخ الشرق خلال حقبة العصور الوسطى، فقد كانت تعتبر معبر أوروبا إلى المشرق العربي في تلك الفترة، حينما كانت تسمى بيزنطة ولاحقا القسطنطينية. وقد أصبحت هذه المدينة الآن مقصدا سياحيا مهما، فهي تعبر عن الثقافة التركية وتحمل روح الماضي لوجود الآثار. ما هو اسم مدينة القسطنطينية حاليا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، أكيد كلكم عارفين الاسم، الاسم أكيد مارق علينا كلنا، لهيك فكروا كتير منيح، اطلبوا المساعدة وبتقدر تسألوا جوجل. لازم تتذكروا كمان أنه جائزتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برمائية كتير مميزة بتنطلق من إمارة دبي لأربع أشخاص، فكروا كتير منيح، كتفوا اتصالاتكم لحتى تعيشوا ويكند مميز، تغيروا جو وتاخدوا معكم الناس اللي بتحبوها. رح نعرف أنا وأنتو ما اسم مدينة القسطنطينية حاليا، لكن بعد ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال بعدنا ببداية الوقت، لسه عندكم تقريبا خمس دقائق لحتى تفكروا كتير منيح، تتصلوا فينا وتخبرونا الجواب. وبرجع بكرر عليكم، أنا متأكدة كلكم عارفين الاسم أو أكيد سامعين فيه، بس يمكن مو عارفين انه هذا نفسه كان اسم القسطنطينية قديما. تقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم من جوجل وتكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم. كمان بدي خبركم انه اليوم فرصتكم الاخيرة لحتى تشاركونا وتدخلوا السحب نهار الخميس، كل ما اتصلتوا فينا اكثر كل ما كان عندكم فرصة اكبر لحتى تدخلوا السحب وتربحوا معنا.
حليمة وفاطمة وينكم؟ كتير تأخرتوا، السؤال كتير سهل أنا متأكدة إنكم تعرفوه. كمان أكيد عذيبة والشلة، هنية وسارة، مين كمان؟ رنيم، يارا، حمزة، لينا وفرح. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ حبيب. أهلا وسهلا فيك حبيب، كيفك؟ تمام الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ اسطنبول. أكيد صح. أكيد. شكراً لك حبيب، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، اسطنبول يا أصدقائي. هيك جاوبنا حبيب، ما بعرف إجابته صح أو خطأ، لازم نعرف، لكن بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. ألو 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 أصدقائي. ألو ألو ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ اسطنبول واللي فتحها محمد الفاتح. يا سلام، طيب كيف عرفتيها؟ أنا لحالي. من حبيب ولا أنت لحالك؟ لا أنا. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا. ألو. أهلا وسهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ اسطنبول. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، المجتهدات دائما، يعني حليمة مو بس تعطينا الجواب وتعطينا كمان شوي من تاريخ المدينة، اصلا انا ما بعرف اذا جوابها صح او خطا، لازم نستنى يخلص الوقت. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. رنيم، اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ اسطنبول. اكيد. بتحبي هالمدينة ولا لا؟ ايه بحبها. زرتيها ولا لا؟ زرتها. يا سلام، حلوة صح؟ إيه. شكرا لك رنيم، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني من بين الرابحين معنا. مين كمان من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ خبروني اصدقائي اذا زرتوا هاي المدينه او لا، او مثلا حابين تزوروها بعد فتره بالصيف او بالاجازه. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. هنيه، عذيبه، فرح. لا. اهلا وسهلا، كيفك فرح؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ اسطنبول. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ لا بدون مساعدة. يا سلام. طيب فرح، في حدا رح يشارك؟ لا. أوكي، شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مثل ما شفتوا كتير من الأصدقاء قدروا يعرفوا الجواب بدون مساعدة، يعني سؤالنا سهل، بس أنتوا فكروا كتير منيح وركزوا شوي وخبروني مدينة القسطنطينية قديما شو اسمها اليوم. خبروني إذا زرتوا هاي المدينة من قبل أو لا، وشو بتعرفوا عنها. رح ناخد اتصال ونقول ألو. 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 للأسف يا أصدقائي شكلهم قطع الاتصال، صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا، أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. فكروا كتير منيح، تذكروا هيك أسماء المدن، هاي المدينة كتير حلوة أكيد كلنا بنعرفها وكلنا بنتمنى نزورها إذا ما زرناها، وأكيد بنحب زيارتها دائما. فكروا كتير منيح أصدقائي شو اسم مدينة القسطنطينية قديما، شو صار اسمها اليوم. إذا ما كنتوا عارفين الجواب تقدروا أكيد تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم، وكمان تقدر تسألوا جوجل اللي أكيد 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 رح يعطيكم الجواب الصحيح وكمان يعطيكم شوية معلومات عن هالمدينة. رح خبركم أنا كمان شوية معلومات كان مخبلنا إياها ريمبو. بتقول مدينة القسطنطينية القديمة هي واحدة من أعرق المدن وأهمها في تاريخ الشرق خلال حقبة العصور الوسطى، فقد كانت تعتبر معبر أوروبا إلى المشرق العربي في تلك الفترة، حينما كانت تسمى بيزنطة ولاحقا القسطنطينية. وقد أصبحت هذه المدينة الآن مقصدا سياحيا مهما، فهي تعبر عن الثقافة التركية وتحمل روح الماضي لوجود الآثار. إذا انتبهتوا صار في عنا اسمين للمدينة، أول شيء بيزنطة، بعدين القسطنطينية، بعدين اليوم في إلى كمان اسم أكيد كلنا بنعرفه. رح ناخذ اتصال نقول ألو. أحمد فيصل. أهلا وسهلا فيك أحمد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني صديقي شو الجواب؟ اسطنبول. كأنه عم بسمع صوت تاني عم بيساعدك صح؟ صح. مين؟ مامار.
الله يخلي لك الماما، وشكرا لك احمد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي وتكون انت نجم الاسبوع من بين الرابحين معنا. بدي ذكرك تضلك عم تتصل فينا وتكثف اتصالاتك لحتى تقدر تحصل على الجائزه. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كثير منيح اصدقائي قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. بدانا هيك نوصل لنهايه الوقت، لهيك لسه باقون يعني اقل من دقيقه لحتى تفكروا. للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازلي وأحمد كان آخر الأصدقاء المشاركين معنا. وان وانتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم مدينة القسطنطينية حاليا؟ والجواب أكيد صح اسطنبول. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريامبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل إجاباتكم، تكتفوا اتصالاتكم لحتى تربحوا رحلة برمائية تنطلق من إمارة دبي. لا تنسوا أنه اليوم آخر فرصة لكم لحتى تشاركوني وتربحوا نهار الخميس. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول مؤلف موسيقي نمساوي ولد عام 1758 ميلادي، ويعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى رغم أن حياته كانت قصيرة، فقد مات عن عمر يناهز 35 عاما. نجح في إنتاج 626 عمل موسيقي، كما قاد أوركسترا وعمل مؤلفات موسيقية وهو في 7 من عمره. من هو الموسيقي النمساوي الذي ألف مقطوعات موسيقية وهو في 7 من عمره؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأصفر كان بيقول مؤلف موسيقي نمساوي ولد عام 1758 ميلادي، ويعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى رغم أن حياته كانت قصيرة، فقد مات عن عمر يناهز 35 عاما. نجح في إنتاج 626 عمل موسيقي، كما قاد أوركسترا وعمل مؤلفات موسيقية وهو في 7 من عمره. من هو الموسيقي النمساوي الذي ألف مقطوعات موسيقية وهو في 7 من عمره؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، شاركوني إجاباتكم، خبروني هيك شوي شو بتعرفوا عن هاي الحقبة من حملة كتير من الموسيقيين. خبروني إذا قدرتوا تعرفوا اسم هذا المؤلف بالتحديد. بتقدروا أكيد تسألوا الموجودين معكم، تسألوا جوجل وتشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. يا ترى مين رح يكون معي نجم الأسبوع؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. أهلا وسهلا حبيبي من جديد، خبرني عرفت شو الجواب؟ موسيقار. أكيد صح حبيب. شو؟ أكيد. شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. موتسارت. يا ترى يا أصدقائي الصح أو خطأ إجابة حبيب؟ رح نعرف بنهاية الوقت. تذكروا لسه معنا هيك شوية وقت، تقدروا أكيد وبتلحقوا تعملوا سيرش سريع على جوجل، تقدروا كمان تسألوا الموجودين معكم لحتى نعرف شو الجواب الصحيح ونعرف اسم هالمؤلف الموسيقي النمساوي اللي قدر يألف عدد كتير كبير من المقطوعات الموسيقية وهو عمره بس 7 سنين. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني حليمة عرفتي شو اسمه؟ ايه. شو؟ موتسارت. جوجل ولا انتي؟ جوجل. اوكي شكرا لك يا صديقتي. فاطمة رح تشارك كمان؟ الو فاطمة. الو. اهلا وسهلا، خبريني صديقتي شو الجواب؟ موتسارت. شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتكونوا نجوم الاسبوع من بين الرابحين. اكيد اصدقائي لما تدوروا على جوجل خليكم دائما هيك متذكرين انه انتم لازم تحفظوا هاي المعلومه وتخلوها ببالكم. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. 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 فرح اهلا وسهلا فيكي من جديد، خبريني شو الجواب؟ موتور. كيف عرفتي؟
من جوجل. شكرا لكم صديقاتي، او شكرا لك فرح، واكيد شكرا لحليم وفاطمه اللي شاركونا من قبلك. هيك صار عندنا تقريبا اجابه موحده. موتسارت، يا ترى يا اصدقائي صح او خطا هذا الجواب؟ ما بنعرف، لازم نستنى لنهايه الوقت. فكروا كثير منيح واستغلوا الوقت وشاركونا. اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد صح؟ صح؟ أنا فيصل. أهلا وسهلا فيك أحمد. ممكن تسمعني من التليفون مو من التلفزيون حتى أسمعك بوضوح أكثر؟ ممكن. أوكي شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدر تكون نجم الأسبوع. ومن بين الرابحين معنا مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم. أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وتتأكدوا كمان من خلال سيرش سريع على جوجل اللي رح يعطيكم الجواب الصحيح ورح يعطيكم كتير من المعلومات عن هذا الشخص. فكروا أصدقائي هو مؤلف موسيقي عبقري ومبدع، قدر يألف مقطوعات موسيقية وهو عمره بس 7 سنين، لهيك لازم يكون عارفين اسمه. يلا يا أصدقائي، من هو الموسيقي النمساوي الذي ألف مقطوعات موسيقية وهو في 7 من عمره؟ شاركونا حليمة وفاطمة فرح وأحمد، وكانت إجاباته موتسارت، يا ترى صح أو خطأ؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ مريم. مريم أهلا وسهلا فيكي. مريم تواصلتي معنا من قبل ولا هي أول مرة؟ أول مرة. أول مرة. طيب صديقتي عارفيني عن حالك، من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ من العين. وقد عمرك؟ العمر. العمر كله مريم. خبريني شو جوابك؟ وانت. طب كيف عرفتي؟ حدا ساعدك؟ جوجل. شكرا لك مريم، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اكيد انا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمه ودائما تشاركي معنا. لازم تعرفي انه كل ما اتصلتي اكثر كل ما كان عندك فرصه اكبر تدخلي معنا سحب نهار الخميس وتكوني نجمه الاسبوع. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. اهلا اهلا امنه. صح؟ صح. اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ موتسارت. كيف عرفتي؟ من جوجل. يا سلام، شكرا لكم اصدقائي. ابدا في حدا رح يشارك؟ الو الو. ساره. صح. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ موتسارت. اوكي ساره، في حدا رح يشارك؟ هنيه وعبيده. الو. هنيه. صح. اهلا وسهلا، خبريني صديقتي شو الجواب؟ موتسارت. عبيده بتشارك. اوكي. الو. عذيبة اهلا وسهلا فيكي من جديد، قولي لي يا صديقتي شو جوابك؟ موتسارت. في حدا رح يشارك كمان؟ ايه. الو. موزة خبريني بسرعة شو الجواب؟ موتسارت سيف الشاغر. اوكي يلا بسرعة. الو. سيف خبرني بسرعة شو جوابك؟ موتسارت. شكرا لكم اصدقائي، قدرت اخذ كل اجاباتكم وانتهى الوقت للأسف. سؤالنا كان بيقول من هو الموسيقي النمساوي الذي ألف مقطوعات موسيقية وهو في 7 من عمره؟ والجواب أكيد صح، موتسارت. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، إجاباتكم كانت صحيحة. وريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول طفل إماراتي لقب بالعالم الصغير حيث اخترع كرسيا ضد الماء يخص المصابين بالشلل متصلا بالشرطة والمنزل، ثم اخترع عصا لفاقدي البصر، كما ابتكر حزام أمان يقيس نبض قلب السائقين ينذر الشرطة أو أسرة السائق في حال توقف قلبه أو تزايد ضرباته. من هو الطفل الإماراتي الذي لقب بالعالم الصغير بسبب براعته في البحث العلمي؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول طفل إماراتي لقب بالعالم الصغير حيث اخترع كرسيا ضد الماء يخص المصابين بالشلل متصلا
كتب الشرطة والمنزل، ثم اخترع عصا لفاقدي البصر، كما ابتكر حزام أمان يقيس نبض قلب السائقين ينذر الشرطة أو أسرة السائق في حالة توقف قلبه أو تزايد ضرباته. من هو الطفل الإماراتي الذي لقب بالعالم الصغير بسبب براعته في البحث العلمي؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. حليمة، خبريني شو الجواب؟ قريب البلوشي. أنت بتعرفي ولا حدا ساعدك ولا جوجل ولا شو؟ أختي. أختك، الله يخليها وشكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ شو؟ ألو؟ فاطمة أهلا وسهلا، خبريني صديقتي شو الجواب؟ قريب البلوشي. أكيد صح؟ مليون أكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم أديب سليمان البلوشي، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. فكروا كتير منيح أصدقائي، لازم كلنا نكون عارفين اسم هالعالم الصغير العبقري اللي اخترع كل هالشغلات اللي كتير حلوة وكتير فادت الناس. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح أرجع أذكركم بأهم الاختراعات اللي اخترعها العالم الصغير. أول شيء اخترع كرسي ضد الماء يخص المصابين بالشلل متصلا بالشرطة والمنزل، ثم اخترع عصا لفاقدي البصر، وابتكر كمان حزام أمان يقيس نبض قلب السائقين ينذر الشرطة أو أسرة السائق في حالة توقف قلبه أو تزايد ضرباته. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا، أمنة ولا سارة؟ أمون. أمون أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ أديب البلوشي. حدا ساعدك ولا أنت لحالك بتعرفي الجواب؟ لا درسنا. يا سلام، شكرا لك آمنة. في حدا رح يشارك؟ ألو ألو. أكيد سارة صح؟ إيه. أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ أديب البلوشي. كمان درستي ولا آمنة أعطتك الجواب؟ إيه آمنة. شكرا لكم صديقاتي. سارة في حدا رح يشارك؟ ألو. موزة صح؟ ايه. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ اديب البلوش. اديب بلوش. شكرا لك صديقتي. في حدا كمان؟ هنية. هنية اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ اديب البلوشي. اوكي شكرا لك هنية. في حدا كمان؟ ألو؟ سيف وسعيد وعذيبة. عذيبة. ايه. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ أديب البلوشي. شكلها آمنة ساعدتكم كلكم صح؟ إيه. أوكي شكرا لك عذيبة. سيف وسعيد رح يشاركوا؟ سيف وسعيد. ألو؟ مين معي؟ سيف. سيف أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني شو الجواب؟ أديب البلوشي. يا سلام، سعيد رح يشارك؟ إيه. أوكي. ألو دوار، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، شكرا لك سعيد، خبرني عرفت شو الجواب؟ ايه أديب البلوشي. شكرا لكم يا أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم أديب البلوشي. يا ترى يا أصدقائي صح أو خطأ هالجواب؟ ما بنعرف، لسه عنا شوية وقت بنقدر نفكر فيه. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا رنيم، خبريني صديقتي شو الجواب؟ أديب سليمان البلوشي. حدا ساعدك ولا أنت لحالك درستي؟ لا لحالي. يا سلام، شكرا لك يا رنيم، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني نجمة الأسبوع ومن بين الرابحين، وتجي معي لهون على الاستوديو نعرف أنا وياكي مين نجم الأسبوع اللي بعد الجاي. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. اتصال جديد وبنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ سلمى. أهلا وسهلا سلمى، كيفك اليوم؟ خير الحمد لله، خبريني يا صديقتي عرفتي شو الجواب؟ خير. شو؟ أديب بلوشي. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ جوجل. جوجل، شكرا لك سلمى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة، واكيد شكرا لجوجل اللي دائما بيساعدنا وبيعطينا اجوبة يمكن صحيحة. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس، ويكون عندكم فرصة لتربحوا رحلة برمائية بتنطلق من إمارة دبي. فكروا كتير منيح بهالرحلة، رح يكون معكم 4 أشخاص أنتم بتختاروهم، لهيك شوفوا بين أكتر حد عم يساعدكم وخذوا معكم على الرحلة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مروان. أهلا وسهلا فيك صديقي، كيفك اليوم؟ مروان. منيح؟ الحمد لله. مروان خبرني شو الجواب؟ لا أديب البلوشي.
أديب البلوشة. كأنه في حد عم يساعدك صح؟ مين عم يساعدك؟ مروان. الله يخليه، شكرا لك يا صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اذا كان الجواب صحيح لازم تضلك حافظ هذا الاسم ومتذكره دائما. شكرا لك مروان، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدا العد التنازلي اصدقائي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: من هو الطفل الاماراتي الذي لقب بالعالم الصغير بسبب براعته في البحث العلمي؟ والجواب اكيد صح، اديب سليمان البلوشي. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحه. اليوم لسه مخبي معلومه بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، اللي ذكركم تفكروا كتير منيح، تشاركوني كل هيك إجاباتكم، كل شيء بيخطر على بالكم. أنا وريمبو رح نحاول نساعدكم، أنتوا كمان حاولوا تكونوا متأكدين من الجواب. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ستوب ريمبو يا أصدقائي، وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول: هو مسجد بني على الطراز العثماني ويطل على بحيرة خالد في الشارقة بالإمارات، ويعد المبنى من التحف المعمارية الإماراتية لما فيه من نقوش وزخارف على أعمدته من داخل وخارج المسجد، كما أنه يتميز بمئذنتان شامختان على زاويتي المبنى وقبة كبيرة أعلى المسجد تحيط بها نوافذ معشقة بزجاج ملون. ما اسم المسجد الذي يطل على بحيرة خالد في إمارة الشارقة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: هو مسجد بني على الطراز العثماني ويطل على بحيرة خالد في الشارقة بالإمارات، ويعد المبنى من التحف المعمارية الإماراتية لما فيه من نقوش وزخارف على أعمدته من داخل وخارج المسجد، كما أنه يتميز بمئذنتان شامختان على زاويتي المبنى وقبة كبيرة أعلى المسجد تحيط بها نوافذ معشقة بزجاج ملون. ما اسم المسجد الذي يطل على بحيرة خالد في إمارة الشارقة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، وخصوصا أصدقائنا اللي بتواصلوا معنا من الشارقة، لازم تكونوا عارفين اسم هذا المسجد كتير منيح، تتصلوا فينا وتكون إجاباتكم أكيد كمان تقدروا من خلالكم تساعدوا باقي الأصدقاء الموجودين بباقي الإمارات. فكروا أصدقائي، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم. خبروني كمان إذا زرتوا هذا المسجد من قبل أو لا، مين رح يكون أول الأصدقاء المشاركين معنا؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ يوسف أحمد. أحمد يوسف صح؟ لا، يوسف أحمد. أوكي، يوسف أحمد، أهلا وسهلا فيك يوسف. أول مرة بتشاركنا؟ من زمان. من زمان، طيب تذكرني من وين كنت بتحكينا؟ جامع الفور. أوكي، طيب بس خبرني من أي إمارة بتحكينا؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك يا صديقي، من وين ما كنت عم تحكينا؟ قلت لي جامع النور صح؟ صح. شو يوسف صح؟ صح. شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، مسجد النور. يا ترى يا اصدقائي جواب يوسف صح او خطا؟ ما بنعرف، لازم نستنى نهايه الوقت. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكون نجم الاسبوع. اتصال جديد وبنقول الو. الو، اهلا وسهلا حليمه، خبريني شو جوابك؟ مسجد النور. مساعده ولا بدون مساعده؟ بدون. يعني زرتي صح ولا لا؟ لا ما زرته. اوكي حليمة، فاطمة رح تشارك؟ ايه. فاطمة. أوه. يا فاطمة اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ جامع النور. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، وشكرا لمشاركتكم معنا لليوم. اكيد انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم نهار الخميس. اتصال جديد وبنقول الو. أحمد فيصل. أهلا وسهلا فيك أحمد، خبرني شو جوابك؟ مسجد النور. ماما ساعدتك كأنه صح؟ صح. شكرا لها وأكيد شكرا لمشاركتك يا صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكون نجم الأسبوع
ومن بين الرابحين معنا مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا. فكروا كتير منيح أصدقائي، هي تقريبا فرصتكم الأخيرة لحتى تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لحتى تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتربحوا رحلة برمائية بتنطلق من إمارة دبي. معكم فيها 4 أشخاص، مين رح يتاخدوا معكم أكيد لازم تخبروني. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم. لسه معنا شوية وقت اتصال جديد ومنقول ألو. ألو رنيم، أهلا وسهلا فيكي رنيم. أنت بتتواصلي معنا من الشارقة صح ولا لا؟ أنت معي؟ مين معي؟ رنيم ولا مش رنيم؟ كنان. آه أوكي، ما سمعت الاسم شو؟ كنان. كنان؟ كنان أفنان. أهلا وسهلا فيكي، منين عم تحكي معنا؟ فجيرة. أهلا وسهلا فيكي يا صديقتي، صوتك كتير بيشبه صوت صديقتنا رنيم. خبريني أفنان، عرفتي شو الجواب؟ جامع النور. أكيد أكيد. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ مساعدة جوجل. شكرا لك جوجل وشكرا لمشاركتك أفنان، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي وتقدر تكوني أنت كمان نجمة الأسبوع. ومن بين الرابحين أفنان لازم تعرفي لحتى تكوني نجمة الأسبوع لازم تكتفي اتصالاتك وتشاركينا دائما وتخبريني إجاباتك. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ يلا رنيم، بما أنه خربطت باسمك لازم تتصلي فينا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ مريم. أهلا وسهلا فيكي مريم، خبريني شو جوابك؟ نور. مسجد النور صح؟ هي. حدا ساعدك ولا أنت لحالك عرفتي؟ جوجل. كمان جوجل، شكرا لجوجل وشكرا لمشاركتك مريم، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو رنيم؟ ايه. اوكي هالمرة صح، أهلا وسهلا فيكي، خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايه مسجد النور. أكيد صح؟ ايه. شكرا لك رنيم وشكرا لمشاركتك الدائمة معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، بدأ هيك نوصل لنهايات الوقت، لهيك كتفوا اتصالاتكم، رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ بيان محمد وحصيرة. بيان؟ أهلا وسهلا فيك، فيكي ولا فيك؟ صبي ولا بنت؟ بنت. أهلا وسهلا فيكي، خبريني بيان عرفتي شو الجواب؟ جامع النور. أكيد أكيد. شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. وأنا ورينبو دايما عم نستنى مشاركتك معنا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو فرح، أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ مسجد النور. مساعدة ولا بدون؟ لا بدون. شكرا شكرا لك فرح، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال يا اصدقائي ريمبو. ريمبو رح يخلص الوقت، انتهى الوقت اصدقائي. فرح كانت اخر الاصدقاء المشاركين معنا. سؤالنا بيقول ما اسم المسجد الذي يطل على بحيره خالد في اماره الشارقه؟ والجواب اكيد صح، مسجد النور. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، اجاباتكم كانت صحيحه. انا ورينبو بيوصل مشوارنا معكم للنهايه، لا تنسوا تشوفونا نهار الخميس بنفس الموعد. هلا صار وقت نقول لكم باي باي.